السياحة الداخلية كتمثل نسبة 20% من السياحة الوطنية، وكتعتبر السوق السياحي الثاني بعد السوق الفرنسي. كتعرف انتعاش وتطور بموازاة بعض التظاهرات والمهرجانات، منها مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. فما مدى تأثير هذا المهرجان على سوق السياحة الداخلية بمدينة فاس؟ هذه 10 ديال الصباح وحنا في وكالة التسويق السياحي والتدبير الفندقي، يونس حنبولة مدير المؤسسة كيتلقى باستمرار طلبات حجز من طرف الزبائن. فكيف كيشوف الرواج السياحي الداخلي في هذه الفترة من السنة، وما هي نوعية سياح المتوافدين في فترة المهرجان؟ Je te confirme. OK. D'accord. Alors demain matin inchallah j'ai la confirmation ديالكم اسيدي. D'accord. امسيه سعيده. مع السلامه. الفترة ديال المهرجان تتكون يعني اقبال زايد خصوصا العائلات المغربيه، واخا انه اقبال نخبوي يعني كما كنعرفوا المهرجان ديال فاس للموسيقى الروحيه، فالناس ديالو والعشاق ديالو فهم نخبويين، تيكون واحد الارتفاع طفيف يعني ما تيتعداش واحد 5 6 حتى 10% يعني بالسياحه العامه. الاقبال على هذه النوعيه من المهرجانات هو نخبوي، كيتضمن المهتمين والباحثين وكذا عشاق المهرجان لاصولهم من مدينه فاس، كالسيد عبد الله الازرق اللي هو زائر وفي لمدينة فاس وللمهرجان منذ أول سنة على انطلاقه. هو هذا المهرجان كان فيه خير كبير لمدينة فاس، دابا تقام تقريبا هذه 18 عام، ويمكن نقول من هذه 18 عام أنا عمري ما بطلت شي عام، دائما كنجي من الأول حتى الثاني. الحمد لله كاينة لا سيكوريتي والناس ماشية مزيان، والمدينة نقية كما شفتوها بعينيكم. السيد عبد الله الازرق هو عضو سابق بمجلس جمعية فاس السايس، وكيحظى بمكانة خاصة عند القائمين على هذا الفندق اللي كيعتبروا حدث المهرجان أهم محطة سياحية خلال السنة. C'est un événement qui est très important pour la ville de Fès, pour qu'on découvre ou redécouvre à nouveau cette magnifique ville. L'impact, c'est que toute la ville travaille pendant cette période, pas seulement les hôtels ou les restaurants, mais en direct et en indirect. Nous sommes très très occupés pendant cette période, surtout les week-ends. Alors là, on va démarrer le deuxième week-end et que notre hôtel est plein. انتقلنا لوجهة سياحية أخرى. هذه المرة احنا برياض وسط المدينة العتيقة. جلال المسؤول على خدمة الزبائن كيأكد أن معظم زبائن هذا الرياض هم أجانب. وكتبقى نسبة السياح المغاربة المتوافدين على مثل هذه المنشأة السياحية أقل من المنتظر. Alors, comment c'était la matinée? Ah, bah c'était superbe avec le palais Mokri. Ah, oui. Là, on était privilégiés. Bah, vous allez trouver autre chose. Extraordinaire. Bah, je vous souhaite bonne journée. Oui, merci. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. فيما يخص النسبة ديال المغاربة اللي كيجيو عندنا، للأسف غادي نقول أنه النسبة شوية ضعيفة. يمكن نحددها نقول حتى 10-15% على اقصى تقدير، والغالبيه ديال المغاربه اللي كيجيو عندنا لهنايا في هذه المؤسسه هذه يمكن لي نقول اكثر من نصف ديالهم هما مغاربه مقيمين بالخارج. ضعف اقبال السائح المغربي على مثل هذه المؤسسات السياحيه راجع لعده اسباب متعلقه بطبيعه سفر المغاربه وبالقدره الشرائيه لفئه عريضه منهم. بالنسبه للاثمنه احنا عندنا هنايا بالنسبه للغرف كاين ما بين 660 و 770 درهم، وبالنسبه للي سويت كاين عندنا من 1200 حتى 1700 درهم. حقيقه الثمن وحتى العدد ديال الافراد كيفرض على العائله المغربيه واحد يعني شويه جهد اكبر باش يسافر. هذه العوامل كتأثر في عمل يونس حنبولة بشكل مباشر. لهذا فهذه المؤسسة كتشرف على استطلاعات رأي كتهدف لتحديد كل العوائق اللي كتعتار التطور السياحة الداخلية،
خاصة خلال فترة المهرجان. شنو المعوقات يعني اللي كيشوفوها الناس أو اللي ما كتخليش يعني ناس واحدين أخرين أنهم يجيو؟ الدور ديالنا أنا نركز بزاف على العمل ديالنا فيما يخص السياحة الداخلية وعلاقتها والتأثير ديالها بمهرجان ديال فاس. ألوغ بالنسبة للعوائق اللي ما كتشجع السياحة في يعني السياحة الداخلية بصفة عامة ومدينة فاس، أولا يعني التوقيت ديال المهرجان ما كيتزامن مع الامتحانات ديال البكالوريا وبالتالي يعني ما كيكونش الإقبال المنتظر. العائق الثاني هو طبيعة السفر ديال العائلة المغربية، المنشآت السياحية اللي موجودة في المغرب ما كتلائمش طبيعة ديال السفر أو النمط ديالنا، حنا بالسفر ديالنا عائلي. توقيت المهرجان اللي كيتزامن مع نهاية الموسم الدراسي وفترة الامتحانات كيشكل إكراه كبير لمنظمي هذه التظاهرة الثقافية. كل وقت عنده بعض الإيجابيات وبعض السلبيات. حاولنا أوقات مختلفة، كان في البداية درنا آخر ديال ماي، كنا يمكننا نبقاو في آخر ماي، ولكن مادام أنه بعد تظاهرات أخرى هي وقعت في نفس الوقت، إذا حاولنا نلقاو واحد الحل الوسط. طبعا الحل فيه بعض السلبيات اللي هو مثلا الامتحانات ديال الباك، ولكن الله غالب. والمعرفة تأثير طبيعة المنشآت السياحية المتواجدة على وتيرة سفر العائلة المغربية، توجهنا لمندوبية السياحة بجهة فاس بولمان. السيد يوسف تدلاوي مندوب السياحة كيحضر الاجتماع كتندرج في هذه النقطة ضمن البرامج والمخططات الوزارية الخاصة برؤية 2020. راه غادي يكون ان شاء الله في 20 من هذا الشهر ان شاء الله، وغير باش نوجدوا بالنسبه لذاك المراحل اللي قطعناها كاع في الاعداد الرؤيه ديال 2020 على مستوى جهه فاس بولمان. هذا المخطط من بين اهم الاهداف ديالو هو خلق واحد البنيات ايوائيه تتلائم وطبيعه السائح المغربي، على ان الثمن هذا بين 300 الى 500 درهم. اذا وهذه أثمنة مشجعة من أجل طبعا تشجيع السياحة الداخلية اللي هي تشكل واحد رافد مهم بالنسبة لقطاع السياحة، وحتى المهنيين السياحة ولاو واعيين بهذه المسألة بأهمية السائح المغربي. خلال سنة 2011 عرفت السياحة الداخلية بمدينة فاس نمو بنسبة 15%، أي بمعدل 126 ألف سائح مغربي، كما توافد على المدينة خلال 3 أشهر الأولى من هذا السنة حوالي 46 ألف سائح مغربي. الهدف استطلاع الرأي اللي كتقوم به المؤسسة المتخصصة كيرصد أيضا نسب الرواج الاقتصادي اللي كيحققها الانتعاش السياحي بموازاة المهرجان. مهرجان الموسيقى الروحية بالنسبة مثل الأثمنة، واش كتكون الأثمنة يعني بحال الأجنبي بحال السائح المحلي؟ حنا دايرين اون كارت و بريفيكس، يعني ثمن بالنسبه للاجنبي بحالو بحال المغربي. حسن صاحب المطعم كيتوجه كل يوم خلال فتره المهرجان للسوق من اجل اقتناء المشتريات الخاصه بالمطعم اللي كتعرف زياده ملحوظه خلال هذه الفتره من السنه. واخا سيدي الخضره اللي وصيتك عليها جمعتيها لي خويا، غادي نزيدو عليها شي مسائل، غادي نديها معايا حيت خفيفه، ومن بعد داك الساعتيك الاخرى سرد عليا بالكروسه صافي. بالنسبه للعصير الا كنا تنديو مثلا 10 كيلو خصنا نديو 30 كيلو، بحال دابا مثلا مطيشه نديو بزايد، بطاطا بزايد، الخضره كامله بزايد، ما عمرنا بحال دابا الا كنا تنستعملو 2 كيلو خصنا نستعملو 6 كيلو. هاد الزياده في كميه المشتريات كتصاحبها أيضا مجموعة من المتغيرات فرضتها أجندة المهرجان وأثرت في وتيرة وتوقيت العمل بهذا المطعم. كنا تنبداو من الصباح، تنبداو مع 10 تنساليو مع لافان سيرفيس، تنساليو مع الثلاثة ونص على حساب، وتيبداو مع 6 لافان سيرفيس. دابا لا، دابا هذاك الوقت اللي كانوا تيرتاحوا فيه هما بنفسهم تيقول لك لا خصنا نستغلوا هاد الوقيته هادي، وتيبقاو خدامين حتى لافان سيرفيس لو سوار. امور ماشيه مزيان مزيان، لا سواري غادي تتسالى معطله ان شاء الله، غادي تتسالى مع داك جويه ال 11، يعني لما يخرجوا من باب الماكينه تيوصلوا لهنايا غادي تكون داك الساعه ديك ال 11 ونص، يعني راكم عارفين التوقيت ديال الماكله ديال الناس هي ديك الخضره، غادي نتعطلوا حتى الوحده
يا ليك والفيستيفال غادي يتسالى وان شاء الله غادي تكونوا مرتاحين ان شاء الله من بعد صافي الله يعاونكم تهلا يتهلا. العاملين بهذا المطعم كيتفهموا طبيعه الوضع خاصه ان فتره المهرجان قصيره مما كيوجب ضروره الاستفاده منها. نعم سيدي في هذه الفتره كيكون شويه الخدمه مزيره اذا خصنا نصبروا شويه كتكون الكليان بزاف يعني كيجيو فوقات مختلفين كيخصنا نجلسوا بزاف في الليل يعني كنتعطلوا في الخدمه في النهار عاوتاني ما كناخذوش البوز بيريود بزاف في الليل كيمكننا نتعطلوا حتى 12 يعني حتى لاي وقت ما كيجيوش مغاربه بزاف سورتو كيجيو دي زيترونجي حيت كيبغيو كيفضلوا اللي يذوقوا الاكلات المغربيه انت عارف المغاربه ما يعني عارفين الطياب المغربي صافي ما كيجيوش بزاف الوغ النسبه تكون ديال 3% 4% ما كتجاوش هذه النسبه. ضعف نسب اقبال السائح المغربي على المنتوج السياحي الوطني له ارتباط بعده عوامل منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو متعلق بثقافة السفر والعطلة عند فئة عارضة من المواطنين بالإضافة إلى عدم تسويق عروض ملائمة للطلب الداخلي. كان عندنا واحد النوع الخصام يعني بين قوسين لا بغينا نسميه خصام بين العائلات المغربية مازال عندنا واحد النظام تفكير تقليدي فيما يخص السياحة لأنه مع كامل الأسف السياحة بشكل اللي مسوقها به ما مسوقهاش العائلة المغربية فدائما التسويق ديالنا ملي كنشوفوا حتى من جانب الإشهار من جانب التسويقي فكنلقاو غالبا أنه المغرب سياحيا كيتسوق خارج المغرب وما كيتسوقش داخل المغرب مع كامل الأسف. السياحة الداخلية قطاع كيتطلب مزيد من الاهتمام والتشجيع وذلك من خلال توفير منشآت سياحية كتقدم عروض بأثمنة مناسبة وملائمة لطبيعة السائح المغربي.